اهلا وسهلا بحضراتكم طلبه جيناتيك انجينيرينج، معاكم دكتور محمد عبد القادر. هنكمل ان شاء الله باقي الكلوننج فيكتورز. كنا بدانا بالبلازميد، واخر جزء كنا اتكلمنا على اللامدا فاش دي ان ايه. النهارده هنكمل الاذر كلوننج فيكتور، هنتكلم على الكوزميتس ونتكلم على ارتفيشال كروموزوم لايك ياك وباك اند ماك، اللي هو ييست وبكتيريال وماميليان ارتفيشال كروموزوم. طيب هنتكلم دلوقتي عن الكوزميد، وده عبارة عن هايبريد بلازميد واخد كاركتر من الفاج وكاركتر من البلازميد. الحاجة الوحيدة اللي واخدها من الفاج هي الكوسايتس، وبقت الكومبوننت بتاعته عبارة عن كومبوننت اوف بلازميد، علشان كده بنسميه كوس. كوس جاي من كوهيسيف سايت، وميد جاي من بلازميد، يبقى ده هايبريد ما بين الفاج دي ان ايه اللي هي عن طريق الكوسايتس اللي موجوده فيه والبكتيريا البلازميد. الفيكتور ده الميزه فيه ان اللينث بتاعه من 4 تو 8 كيلو بيز فقط، وان هو يقدر ان هو يكاري اب تو 45 كيلو بيز، وعنده هاي انترودكشن افشنسي عن طريق الناتشرال انفكشن بروسيس بتاعت الفاج دي ان ايه. طيب الفيكتور ده ببساطه بيعمل او بيحصل له باكجنج لايك اللامدا فاج. يعني انا اقدر ان انا عن طريق الكوست سايتس الفيكتور ده اخده واعمل له باكجنج جوه الهيد بتاعت الفاج بارتيكل ان فيترو، تمام، واستخدم برضو الدي ان ايه جوه الفاج بارتيكل ان انا اعمل انجكشن للدي ان ايه انسايد هوست سيل لايك انفكشن بروسيس، ناتشرال انفكشن بروسيس. However, inside the bacteria, this vector replicates like plasmid, as we'll see later on the following slides. وبالتالي أنا عايزك تعرف إن عملية الـ in vitro packaging هنا مش بت بت مش لازم in vitro packaging يكون عندي pure lambda genome. أنا أهم حاجة عندي اللي مسؤول عن الـ packaging إن يكون DNA طوله يتراوح ما بين 37 ل 52 كيلو بيز. اتفقنا ما يقلش عن كده علشان هيبقى تو سمول تو بي باكجنج، ولا يزيد عن 52 علشان هيبقى تو لارج تو بي باكجد. اهم حاجه ان هو بيكاري الكوست سايتس اللي بتخليه يقدر يحصل له باكجنج ان هيد كابسيد، وبعدين الكوزميد دوت بيعامل معامله البلازميد، بيحتوي على كل الجينز اللي موجوده في البلازميد زي سيلكتبل ماركر الاوريجن اوف ريبليكيشن البولي لينكر، والزياده عليه ان هو بيبقى كاري كوست سايتس وما فيهوش اي لامدا جينز مسؤوله عن اللايسز او الانفكشن، علشان كده ده نوت بروديوس بلاك. وانس انسايد الهوست سيل الكوزميد بيعامل معامله البلازميد، بيريبليكيت اندبندنت جوه البكتيريال سيل فورمينج كولوني نوت بلاك. المين ريزون بقى ان احنا قدرنا نعمل هايبريد بلازميد او كولد فيكتور كوزميد فيكتور ده تو ايراديت ذا ديس ادفانتج اوف بلازميد اند فاج فيكتور. رقم واحد ان الكوزميد ده بي اوفر كام اللو كوبي نمبر اوف بلازميد. رقم اتنين ان انا بسهوله اقدر اعمل له ان فيترو باكجنج جوه الفاج هيد اند فورمينج complete phage particle. رقم ثلاثة من السهل جدا ان انا ادخل الـ DNA عن طريق الـ natural infection process، فعنده high introduction efficiency. رقم اربعة ان هو بيقدر يشيل لغاية 35-45 كيلو بيز بير، لان هو اصلا كله على بعضه من 4 ل 8 كيلو بيز. يعني لو افترضنا ان لو هو مثلا 6 كيلو بيز وانا حطيت له حوالي 40-45، يعني انا ممكن اوصله ل 45-50 كيلو بيز، وده يقدر ان هو يحصل له يعمل باكجنج جوه الفاش هيد، تمام. وانا باوفر كام عمليه اللايسز اوف كلتشر اللي هي واحده من الديس ادفانتج اوف فاج فايروس، عن طريق ان ان انا بشيل كل اللايسز سيكونس اللي مسؤولة عن الفانكشنال فاش برودكشن وخليه يعامل معاملة البلازمات.
طيب الفيتشرز بتاعت الكوزميد زي ما احنا قلنا ان هو الكوزميد ده بيبقى constructed by adding fragment of phage DNA just co-site وبضيفها للبلازميد. في بعض الكوزميد بتحتوي على single co-site وبعضها بتبقى فيها two co-sites، يعني في بعض الكوزميد بتبقى اسمها single co-site كوزميد و other cosmids بتبقى dual co-site cosmids. طيب وده عبارة عن hybrid molecule بياخد ال features بتاعت البلازميد زي مين؟ زي ال origin of replication، ال antibiotic resistant gene اللي هو selectable marker، وال polylinker restriction site for several restriction enzyme، و one or more phage co-sites دي علشان يسمح زي ما اتفقنا للـ DNA packaging into phage head for introduction or infection of Escherichia coli. الـ recombinant DNA ده بيحصل له in vitro packaging بإن أنا بجيب الـ coat اللي هي الـ head and tail proteins من الـ normal lambda components، وبجيب الـ recombinant DNA اللي هو بيحتوي على co-site وابدا اعمل له ان فيترو باكجنج و استخدمه في ان انا اعمل انجكشن جوه الهوست سيل، وانسايد الهوست سيل ات كان نوت اسمبلد افتر انتروداكشن بيكوز ريكومباينانت دي ان اي داز نوت كود فور جينز ريكوايرد فور كود بروتينز افتر انفكشن. ريكومباينانت دي ان اي ريبليكيت لايك بلازميد وكان اكوموديت فيري لارج انسيرت اب تو 45 كيلو بيز بير. This is a typical example of single cosmid. This is mean cosmid with single co-site called BJB 8. It has 5.4 kilo base. It contain all component of plasmid like origin of replication, ampicillin resistant gene, polylinker site like specific restriction site for BAMH1 and single co-site. This is the only part of lambda phage DNA. So this slide show a cloning strategy using cosmid vector with single co-site called the BJB8 with 5.4 kilo base. It contain all plasmid component like ampicillin resistant gene, BAMH1 site, origin of replication, in addition to lambda phage cohesive end that undergo restriction fragmentation by BAMH1 into several cleaved linear cosmids with BAMH1 cohesive end. Also a foreign new DNA target with 35 to 45 kilo base pair undergo fragmentation by BAMH1 and contain BAMH1 cohesive end. Then foreign DNA and cleaved linear cosmids undergo ligation by T4 DNA ligases forming concatemeric DNA or catenin, which is a continuous, long continuous DNA contain co-site ampicillin resistant gene, then insert DNA insert followed by co-site ampicillin resistant gene DNA insert in tandem repeat manner. So the next step is in vitro packaging using phage head capsid proteins that allow DNA between adjacent co-sites to be packaged as we show here. This is the part of catenin that can be packaged into phage head forming recombinant cosmid variants or virus particle. You have to know that vector without DNA insert if attached together like this cosmid, cleaved cosmid, if attached, each one contain 5.4 that attached to 5.4. So the overall length
are too small to be packaged inside the phage head. Finally, a complete phage particle can make introduction of a recombinant cosmic DNA inside Escherichia coli by natural infection process. After entry into host cell, the cosmid undergoes cyclization, forming a pure plasmid that replicate independently inside bacterial host cell. And finally, the colonies contain circular recombinant cosmids, which now replicate like a plasmid, can be selected in presence of ampicillin medium, then undergo colonization to form DNA clones. A second type of cosmid is called the dual cos cosmid vectors with two cos sites. The most commonly used cosmid is called the BLFR5 with 6 kilobase that contain two cos sites separated by specific cleavage sites of a specific restriction enzyme SCA1 and multiple cloning sites or polylinker with 6 unique restriction enzyme, for example, for BAMH1. Origin of replication and tetracycline resistance gene. الفيكتور ده ببساطة الزيادة عن السنجل كوزميت فيكتور ان هو بيحتوي على two cohesive end or two cos sites that contain or separated by specific cleavage sites for certain restriction enzymes SCA1. So the cloning strategy using this dual cosmid based on cleavage of foreign DNA, which about 40 to 45 kilobase by BAMH1 enzyme, forming linear DNA with BAMH1 cohesive end. And also the dual cos cosmid is cleaved first by SCA1 that cleave the circular cosmid into linear cosmid with two cohesive ends. Then the linear cosmid undergo further cleavage by BAMH1, as you see here. Then the two DNA sample are mixed together by T4 DNA ligase, and the foreign DNA inserted inside cosmid vector at BAMH1 site, forming linear cosmid with two cohesive end or two cos sites and total about 50 kilobase, ready for in vitro packaging inside phage head. So the linear recombinant DNA construct about 46 to 50 kilobase undergo successful packaging into phage head, forming complete phage particle. The recombinant DNA with two cos sites inside bacteria undergo circularization to form circular DNA, and the clone DNA inside bacteria will maintain the as plasmid inserted DNA and undergo replication independently on bacteria, forming a bacterial colony containing many plasmids. And the selection here by the same antibiotic resistant gene or same antibiotic selection in presence of tetracycline. So this is the detailed step of cloning strategy using dual cosmid vector. So this table provide a list of cosmid vectors with structural features. And we talk about the first two vectors, the first one with single cos site and second one with dual cos sites. Finally, the major advantage of using such a cosmid vector, it can carry larger DNA fragment up to 45 kilobase, smaller DNA inserts that called background molecule are too small to be packaged inside head,
and therefore are eliminated during the packaging. This vector has high introduction frequency that can be introduced inside the bacterial host cell through a natural infection process. And also it can handle like plasmid, so the lysis of culture, which is a disadvantage of phage virus, can be overcome by using this vector that does not contain the lytic sequence for the functional phage production, and bacteria are cloned as a colony rather than phage plaque formation. The only disadvantage here, it cannot handle very large plasmid with 50 or more than 50 كيلو بيس بير. كده احنا خلصنا الجزء بتاع البلازمت، واللي فاضل في الفيكتور الارتفيشال فيكتورز او الارتفيشال كروموزوم دي هنتكلم فيها المرة اللي جاية ان شاء الله. تحياتي لكم، مع السلامة.